كيف يشعر وزراؤنا السابقون حين يسمعون وصف وزير سابق؟ ما الذي شخصه المواطنون من سلبيات في عمل ضيوفنا؟ أزهار الشيخلي، عبد ذياب العجيلي، علي الموسوي، رائد فهمي. ثلاثة أسئلة واجبة الإجابة لكل ضيف من ضيوفنا بعد تخويلهم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. ما الدور الذي لعبه أحد ضيوفنا في تسنم صاحب هذه الصورة منصبا مهما؟ لماذا أعفي أحد ضيوفنا من منصبه ليتسنمه صاحب هذه الصورة؟ شيء ما حد عاش عنه قبل نهائيا. اهلا وسهلا بكم، تقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الفضيل. اهلا بكم الى بعد منتصف الليل. بشمكم دعوني ارحب بضيوفي لهذه الحلقه. سيد عبد ياب العجيلي، اهلا وسهلا بك ورمضان كريم عليك. اهلا وسهلا، كل عام وانت بخير. اهلا وسهلا بك. سيد رائد فهمي، كل عام وانت بخير. اهلا وسهلا بك. دكتورة أزهار الشيخلي، أهلا وسهلا بك، كل عام وانت بخير. سيد علي الموسوي، رمضان مبارك عليك، كل عام وانت بخير. وعليكم جميعا. يمكن مشاهدينا الكرام انتم شفتوا بالهيدلاين الخبر الأول نوعا ما غريب، مو مثل ما عادة ما نتطرق لمواضيع سياسية. يعني المشكلة قلنا يعني حكينا عن دولة القانون العراقية، وحكينا عن وزارة الكهرباء ولو اكو ملف مستجد، بس يعني أكثر من حلقة حكينا عن الكهرباء وزيرها، حكينا على الوزراء الامنيين، وحكينا عن انسحاب الامريكي. فاليوم انا عندي ثلاث ضيوف وزراء سابقين، فقلت يا احمد انت ليش ما تسال هذا السؤال ويشاركنا ايضا، قد يكون وزير لاحق ان شاء الله اتمنى يشاركنا رايه بالموضوع. اليوم راح نطرح موضوع شلون يشعر وزرائنا السابقين بعد ان نشوف التايتل مال الفقره الاولى. كيف يشعر وزراؤنا السابقون حين يسمعون وصف وزير سابق؟ اكو فيلم يمكن الفنان احمد زكي اتصور عنوانه يمكن زوجة رجل مهم، يطلع بيه بدور ضابط كبير، بعدين يتعرض الى ظروف فيقال من منصبه، يظل عايش في عقدة منصبه القديم ويريد لازم بنفس الامتيازات ونفس الهيبة ونفس الحماية ونفس شلون تشوفون؟ يعني هسه عندي ثلاث وزراء، خل ابدي بالوزير التعليم العالي السابق سيد عبد الدياب العجيلي. اختلف عندك الموضوع؟ اولا انا بالحقيقة يعني لم انظر للمنصب نظرة انه منصب ومهم وكذا، وانما انظر للمنصب هو من اجل انه تخدم الاخرين. لذلك أنا ما أشعر أنه هناك يعني أي تغيير بالحقيقة بينما كنت وزير وبينما الآن، أو أستاذ جامعة أو فلاح. يعني أشعر المنصب مجرد وظيفة تأديها، وبعد ذلك بالتأكيد تنتقل من مرحلة إلى أخرى، فلن يعني يتغير عندي شيء. كلمة طبعا. وزير سابق ما تغثك ولا تغثني أبداً. ولا تعني شيء. طيب خل أسمع السيد رائد. شوف، هي إحنا ما قلنا من تداول السلطة هذا نصابين من الأشياء. فإذا
انت اذا وصلت وتدعو له وعملت من اجله وبعدين ما تتقبلها هي صعبه. هذا من ناحيه النظريه والفعليه. الان هل يتغير شيء بواقع المدير السابق؟ اكو شيء يتغير. وانت لازم ما تنظر فقط الى هو الشخص يتغير. البيئه اذا شو تتعامل النظره وياه والتعامل وياه. انا ناقش الاثنين، احساس الوزير، احساس الوزير وتعامل البيئه والاخرين. يعني وين كيف يجوز اكو بعض التسهيلات اللي كان حصلها كوزير تروح مو معاشيه، تعامل مع معاملات بشكل هذه يصير، بس هذه مو مساله كبيره وطبيعيه من شؤون الحياه. تبقى المجتمع ايضا كيف ينظر، الوسط الاخر كيف ينظر بها، تصير تغييرات، بس انا اعتقد هذه مرحله انتقاليه، وخاصه احنا من عندنا متركنا صرنا على الوزاره ما شاء الله المهام هوايه، فحقيقه يتعايش فيها، بس الفتره الانتقاليه يجوز يتكيف لها بس بعدين يتعايش. طيب ست ازهار الجماعه وزارتهم 4 سنين، انت وزارتك يمكن 11 شهر. اي نعم. زين يمكن اخاف عليك واهون من 4 سنين مو؟ لا هي الحقيقه يعني هذه المساله تعتمد على التكوين النفسي للشخص، يعني اذا كان من محبي السلطه، والسلطه كما تعرفون كالفرس الجامح يعني ومفسد في الوقت نفسه، فاذا كان من محبي السلطه فسيجد الامر صعب جدا عليه ان يكون وزير سابق او مسؤول سابق او ما شابه ذلك، لكن اذا كان هو يعتبر كما تفضل الاخ الدكتور يعني وسيله لتلبيه احتياجات معينه او وسيله لايصال افكاره ورؤاه وتصوراته وقناعاته، فاعتقد انه من السهل. كذلك هناك قناعات اخرى يعني تتعلق بقناعاتنا السياسيه، مثل ما يعني تكلم انه احنا مؤمنين بتداول سلمي للسلطه، يعني مو الوزير يتسلم منصب وزير ويتشلب بالكرسي، لا اعتيادي، احنا يعني مهيئين نفسنا الى هذه المساله. الاول لو ماكو تداول بالسلطه يمكن كان هذا السؤال ايضا ما انطرح اصلا يعني. بالتاكيد، فاحنا مهيئين نفسنا لهذه المساله. سيد علي من خلال مراقبتك يعني انت شلون تشوف الموضوع؟ شلون انت تتعامل مع وزير حالي او وزير سابق؟ بصراحه والله بصراحه اولا انا ما مر بهيك التجربه، فهاي تخليني يعني ربما اكثر حياديه في النظره الى الموضوع. انا حقيقه كانسان انت شلون تنظر يعني؟ انا بصراحه انظر لها مره كانسان اعيش في نظام، لما اسمع اي شيء سابق مو بس وزير، رئيس وزراء سابق، رئيس سابق، وزير سابق، هاي ارتاح لها جدا بصراحه، لان لاول مره نسمع في بلداننا احنا العربيه شيء اسمه سابق. احنا قبل الراحل، الرئيس الراحل، لانه يبقى بالسلطه الى ان يموت. الان صار عندنا سابق، هذا تطور مهم، هذا دليل على اللي تفضل به الاستاذ رائد، هو تداول السلطه. من يصير تداول السلطه هذا شيء جيد، واكبر علامه على تداول السلطه هو السابق. فهي من هالناحيه ممكن نسمع في اليوم السيد نور المالك رئيس وزراء السابق؟ بالتاكيد ممكن. ممكن ممكن بالتأكيد. مرات العراقية تصرف غير معلومات، تقول لا ناوي غير نية كذا. العراقية أهدافها سياسية. طريقة أنا سامع كثير من النواب يقولون الوزير بالسلطة التنفيذية من يجي المجلس النواب يطب هو حماية المجلس النواب ما يتفتش، بينما إحنا أعضاء مجلس النواب بنايتنا نتفتش. أريد تجربة من وزير وصار عضو مجلس نواب، شو الموضوع؟ لا هو يعني من تكون انت وزير، وزير بالتاكيد يعتبروك من تجي الى مجلس النواب ضيف. انا افهمها من هذه الطريقه، والضيف يكرم، فلذلك يعني طب هو حمايه واحد او اثنين او ثلاثه. طبعا الحمايه يفتشون، بس الوزير ما يفتش. ليش عضو مجلس النواب يفتش؟ يعني مو قلت لك من مبدا انه الضيف، الضيف يعني انه هذا انا هذا حقيقه بهذه الطريقه افهمه. طيب. ما افهمه بطريقه ثانيه. احنا على بعدين نشوف غيرك شلون يفهمه. نفهم احنا عرب ونهتم بالضيافه ونهتم. طيب. باكرام الضيف، لذلك من ياتيك ضيف بالتاكيد تهتم فيه. انا هذا اللي افهمه صراحه. زين من كنت وزير ما كنت تتفتش، الان نائب؟ لا عادي، انا اطب واذا طوط الجهاز يفتشوني عادي، شو المشكله يعني؟ لا يعني متعودين عليه، مو شيء يعني. لا مو هو الموضوع مطروق استاذ رائد، مطروق الموضوع، شكوى من النواب ان طريقه تعامل السلطه التنفيذيه تختلف، لذلك اكو سعي من الكثيرين انه يحصل منصب تنفيذي، يترك مجلس النواب يروح المنصب التنفيذي لان امتيازاته. هو طبعا قضيه بها بعد ثقافي اكثر من بها، يعني هي قضيه التفتيش الحقيقه. من حيث المبدا المفروض تكون مقبوله، لان هذا حرص على الامن العام. ما المفروض واحد يتحرج به،
بالبلدان المتقدمة الكل يتفتش صغير كبير، وفي مناسبات معينة هيبة السلطة. شوف هيبة السلطة مو للشخص بحد ذاته، بقدر ما الدولة إلى هيبة جزء من البرستيج، جزء من البرستيج. فإذا هان معنى مجلس الوزراء ما أعرف أنه يتفتش النائب، هي قضية أمنية لا أكثر من الناحية يعني حقيقة. ومع الأسف مجلس النواب بحوادث سابقة جزء خلت الأمور تتعقد قبل ما يرجعوا يفتشوا. المهم إحنا بلدنا من المشكلة دي. فأنا أعتقد جزء منه من هيبة السلطة. لذلك اليوم من إطعام الشخص هو بالدولة من يهان هو أو يتعرض له هو الدولة تتعرض. لذلك ضرورة أن يحترم المنصب والموقع فضلاً عن الشخص. والله أنا يعني أجدها عدم مساواة حقيقة. يعني أما ما نتفتش كليتنا أو نتفتش كليتنا. احكي الواقع اللي دا يصير شنو؟ هو احنا عادي يعني انا حتى قبل ما اصير عضو في مجلس النواب لما كان هناك ظرف معين يستدعي انه احضر لاجتماعات اتحاد البرلمانيين او كذا فمساله طبيعيه انه نتفتش عادي. يمكن في البدايه من يعني كنت طالع حديثا من الوزاره ما كنت اتقبلها لان ما كنت اتفتش، بس بعدين تعودنا عليها. من كنت وزيره ما كنت تتفتش؟ لا ما كنت اتفتش. ويعني حتى حصلت حالات في معينه في اماكن معينه رفضت انه اتفتش البادي يعني يعني في فندق الرشيد اتذكر مره كانوا القائمين على التفتيش اجانب وهذه قلت له اني باجي ازرق يعني ما اتفتش. هذه بعد اخر هذه وفعلا يعني ما خليته يفتشني. من صرت في مجلس النواب لا اعتيادي يعني انا ما اعترض على عمليه التفتيش، لكن أتصور أنه يجب أن يكون هناك ثقة بأعضاء مجلس النواب. يعني إحنا عضو مجلس نواب عندما نفتشه ونفتش الجنطة مالته وحتى الحافظة مال الأوراق. بالمناسبة بالنسبة للرجال يفتشون مرتين يعني في الباب الخارجية إذا شايل الجنطة يفتحها، وفي يعني في مكان التفتيش يفتش مرة ثانية. إحنا يمكن ما أعرف البرستيج شون صاير إنه نفتش مرة واحدة، وأيضا إذا يعني صفر الجهاز نفتش بدي أيضا. فأعتقد إنه يعني ما احترامنا للوزراء وهو مو مسألة هذه بس هي مسألة تمييز أو مسألة أيضا أجدها يعني هي صح صارت حادثة في مجلس النواب حادثة واحدة، فلا يفترض أن تعمم على يعني بقية النواب في الوقت الحاضر وأن تستمر إجراءات التفتيش مرة ثانية. بس أنا أزيدك ألم يعني في معلومات معينة إن هناك حتى تمييز بين يعني أعضاء مجلس النواب أنفسهم. يعني إحنا مثلا سياراتنا ذبنا برا وندخل تمايزكم أي وفي حين أكو بعض النواب تجيهم سياراتهم إلى باب المجلس إلى الباب الداخلي للمجلس. شنو ميزتهم شنو ميزتهم دول؟ والله ما أعرف أسأل أصحاب امتيازات ما نعرف يعني قولي الناس ما هم على مود أسألهم والله ما غير تعطينا اسم أسأل منه هالثاني أنت بنيتيها على المجهول يعني لا مو يعني اعتبارات معينة ما أعرف يعني ليش تشوف سيارات أكو واقفة في الباب الداخلي للمجلس في حين إنه إحنا يعني ممكن أتفهم إنه مثلاً رئيس وزراء سابق يدخل بسياراته يعني خل نحكي بالأسماء دكتور جعفري يدخل بسياراته سيد إياد علاوي يدخل بسياراته بحكم أو الطبيعة الأمنية لهم ممكن أتفهم لكن أكو غيرهم يعني أكو غير منو تحكي لي لا أسماء سيد أكو غير أنا ما أعرفه أنا ما أعرفه بصراحة بعدين تخليني أزعل ويا الناس أنا تفاجأت هسه سمعت إنه أعضاء المجلس يفتشون أنا ما كنت أصور أنه يفتشون بصراحة بس أنا أعتبر إجراء أمني يعني هم وهذا الإجراء الأمني ليش يطبق على السلطة يعني يطبق على صاحب السلطة التشريعية واللي هو هذا بيته مجلس النواب ومكان دوامه ولا يطبق على السلطة التنفيذية يعني إذا ما قبلنا التبرير مال السيد عبد أنا ضيف أنا ما أفهم إلا بهذه الطريقة أبدا ما أفهم شيء آخر وحتى التفتيش يعني احنا جاي ندخل يعني ما اعرف انا يعني ما شايف مفتش مرتين احنا جاي ندخل ومرات مجرد يحط ايده بالشكل الشرطي وخلاص مع السلامه يعني مو فر الشيء خلينا ننتقل الى جانب اخر هو الـ 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 الوضع الاجتماعي للوزير السابق ايش قد راح يختلف عائلته محيطه بيئته شلون تعامله من صار وزير سابق يعني ما ادري انا بالنسبه لي بالحقيقه يعني ما شعر تغير يعني انا شخصيا بالحقيقه ما غير شيء وكثير من الناس يعني انا من صرت وزير كثير منهم قالوا لي انت شنو ماخذ المنصب انت اصلا الان اعلى من وزير بعض الاحيان يقول الناس جزا خلصت شلون شلون؟ قصدي يقول جزا خلصت خلصت هنون عليهم